لكن دعني اولا انعي الصديق يعني المخلص المجاهد في سبيل حقوق الاهلي رحمه الله على المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني النادي الاهلي الله يرحمه، يعني تقريبا ما خسرش قضيه محليا او دوليا خاضها من اجل الاهلي، لعل ابرزها اعفاء النادي الاهلي من غرامه اقتربت من 1.5 مليون جنيه، 100 مليون و500 100 ده قضيه مسك مش كده؟ 100 حاجه و40 مليون جنيه كان قد حكم بها على الاهلي امام مسك. الراجل ده يعني طبعا انا عرفته منذ يعني ان مجلس الاداره الحقيقه حرص الكابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس على تشييع جثمانه الى مسواه الاخير عليه رحمه الله. هو كان لعيب قديم في النادي الاهلي كره يد، ايوه الجيل بتاع هشام سعيد، ايوه وبعدين المهم سافر بره واشتغل بره وبعدين عاد الى مصر. فكان تعرفنا عليه، كان في قضيه مرفوعه على النادي الاهلي جابوا لي هشام سعيد يعني بسرعه كده، وبدا مشوار النجاح مع النادي الاهلي. قال لنا كذا فكره والحمد لله استفدنا منها، ولكن يعني على المستوى الشخصي هو كان احد الاضرع القويه في انشاء اداره التسويق كمستشار قانوني والعقود وما تلاها من قضايا محليه ودوليه، وحتى شركه الاهلي الانتاج الاعلامي والقناه كان له دور، هو كان له دور في اسهام كبير في انه يعمل كل الاجراءات التنفيذيه ويصيغ العقود الخاصه بها الصياغه التي تترجم اهداف القناه ومصالح النادي الاهلي. لا يعني لا يمكن أن يأتي ذكره دون أن يذكر دوره التاريخي في كل ما يهم النادي الأهلي من قضايا. ألف رحمة ونور على روح المستشار حلمي عبد الرازق عليه رحمة الله.